فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من هي اللقاء إن شاء الله بحكي شيء مع ختام رئيس الدرس رئيس مشروع. أن كلمة هذا العرض سوف نتناول المشاكل يعني اليومية التي يعاني منها العدول. سنتركها للمناقشة إن شاء الله وباب مداخلات لسان العدول ومناقشتها، وإنما شيء يذهب في اتجاه آخر إلى تشخيص وعرض المضامين الكبرى لبرنامج مكتب مجلس جهاوي خلال هذه الفترة إن شاء الله هي 3 سنين إن شاء الله المراحل. فعلى بركة الله يتشرف رئيس مكتب المجلس الجهوي لعدول السيد الناظور أن يعرض على مسامعكم المضامين الخطوط العريضة لبرنامجه، ولكن قبل الخوض في تفاصيله لابد أن نعالج على دواعي عقد هذا اللقاء التواصلي ودوافعه. سيكون مكتب المجلس الذي وضعتم في الثقة فيه مجسدا لروح المبادرة من خلال أولا السهر على حل المشاكل التي تعترض أداءنا المهني مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها من الإدارات، وثانيا على حث السادة العدول على الرقي بمكاتبهم لجعلها تستجيب للمعايير التي سيضعها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية بهذا الخصوص، وإن هذا الأمر لن يتأتى إلا إذا كنا جميعا نقدر المهنة التي نمتهنها حق قدرها متقيدين بالقانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي ولشرف المهنة. أما المحور الثالث ويتجلى في المجال الاجتماعي، في الحقيقة أيها الإخوة منذ أن تم تعليق العمل بالعقدة التي تجمع الهيئة الوطنية مع شركة سهام التأمينات لعوامل خارجة عن إرادة مجلسنا الجهوي ونحن نعاني جميعا من تبعاته، غير أن مكتب المجلس وعيا منه بأهمية الموضوع سيقدم اقتراح آليات عملية على السادة العدول لأخذ قرار جماعي بخصوصها لمعالجة ظرفية آنية لهذه المسألة، وهي كما يلي: يقترح المجلس التكفل بجزء من مصاريف علاج السادة العدول أو ذويهم الذين يعانون من أمراض مزمنة أو عمليات جراحية، ولكن هذه النقطة لن يتلذها ذلك إلا لتنازل السادة العدول عن واجباتهم في واجب الدمغة المخصصة للنسخ المقدرة ب50 درهم وتخصيصها لهذا الغرض المشار إليه. ثانيا سيسعى المكتب المجلس إلى ربط الاتصال من خلال لجنته المالية والاجتماعية مع شركة للتأمين لتقدم لنا اقتراحا لتأمين العدول محليا في انتظار تنزيل قانون التغطية الصحية للمهن الحرة. النقطة الرابعة وهي الحقيقة قضية تؤرقنا كثيرا ويتمسنا جميعا، وهي قضية التوقيفات التي مست بعض زملائنا، ومكتب المجلس فكر في هذا الموضوع في الحقيقة خصص تعويضات شهرية وقارة ومبلغ جزافي خلال مدة التوقيف لهؤلاء العدول، كما أنه سيسعى من خلال لجنته المالية إلى تخصيص مساعدة مالية أو عينية في مناسبات الأعياد الدينية لأرامل العدول، كما سيسعى أيضا إلى تكريم العدول في ندوات وخلال الأنشطة التي سينظمها مكتب المجلس، كما أنه سينظم حملة للتبرع بالدم من طرف العدول وذويهم. غادي تناول زوج ديال النقاط. النقطة الأولى التي أشار إليها الأستاذ السي حسين الدندي المتعلقة بالتسجيل الإلكتروني. أنا الرأي ديالي بالنسبة لهذه النقطة يجب على الهيئة أن تولي هذا الأمر اهتماما بالغا، لأنه سيشكل حجر عثرة حقيقي في مسارنا المهني. لماذا؟
لأن التجربة التي بدأت عند الموثقين أعطت نتائج جد سلبية، حيث أصبحت عقودهم تتراكم بصفة مهولة ولا يستطيعون تسجيلها وأداء واجباتها إلا بمشقة النفس. المشكل هنا بالنسبة إلينا سيطرح بحدة أكثر، لأن عدد السادة العدول يفوق عدد السادة الموثقين بكثير، وبالتالي فعلى الهيئة الوطنية أن تولي هذا الأمر اهتماما بالغا، بحيث يجب أن لا ننخرط في هذا المشروع إلا إذا كانت الوزارة قد أعدت عدتها حقيقية، يعني حقيقية يستجيب لانتظاراتنا، فلا يجب على الهيئة أن تنخرط في هذا المشروع إلا إذا تأكدت بأنه مشروع حقيقي وفي المستوى وسيؤدي إلى تسريع عملية التسجيل وليس العكس. وإلا إذا وافقت الهيئة على هذا المشروع بهذه الصفات فينتظروا عملا شاقا وعسيرا، وستزداد مشاكلنا المهنية مع وزارة المالية ونحن في غنى عنها. الآن مجموعة من الموثقين على المستوى الوطني لم ينخرطوا لحد الآن في هذه العملية. يعني نبداو باللجنة العلمية، شكون اللي باغي المهام ديال اللجنة العلمية؟ والجمعية اقتراحية، هذا الشيء اللي قلنا، هذا البرنامج اللي نهضروا عليه، غتنزلوا لنا أرض الواقع باقتراحات عملية، تنظيم ندوات وكذا والمحاضرات والعروض، هذه المسائل جميعا، والتكوين المستمر بطبيعة الحال، وعدد التكوين، غتنزلنا هذا البرنامج بشكل تفصيلي، وتقدموا لكم المجلس بين صديق عادي إن شاء الله. فين هو السجعي؟ السجعي عبد الكريم.